وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري للمرة الثانية على التوالي، بعد إحباط العملية الأولى الأسبوع الفارط انطلاقاً من دولة المغرب نحو إسبانيا مروراً بالجزائر. بعد تكثيف التحريات وبفضل تتبع وترصد أفراد العصابة وبعد الحصول على معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر، وبفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة تم وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين، بحيث أسفرت العملية عن توقيف 32 شخص، 28 من جنسية مغربية وأربع جزائريين، فيما تم تحديد هوية 6 أشخاص ضمن العصابة، 3 من خارج الوطن و3 داخل الوطن، حجز قارب مزود بمحرك، حجز 4 سيارات سياحية، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب 520 مليون سنتيم، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت ب 1640 أورو و 510 درهم مغربي و 75 ليرة تركية، وحجز جوازات سفر وهواتف نقالة.